رافقتكم السلامة إلى لقاء قريب. ملصق توديعي أطلقته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي من أجل فتح نافذة الأمل والتفاؤل للزائرين والمقيمين الذين غادروا البلاد جراء هذه الظروف الراهنة، وتكون بمثابة رسالة الطمأنينة التي ستبقى عالقة في أذهانهم. دبي تساعد الجميع ولا سيما نحن الوافدون. نحن ذاهبون الآن إلى مانيلا لأن السلطات منحتنا رحلات خاصة مع هذا الملصق، كما منحتنا الكثير من الوقت لنكون مع عائلتنا. التسهيلات يعني هو كان في مفاهمة بين يعني الحكومة التونسية والإماراتية على أساس أنه الإماراتية هي اللي توفر يعني الطائرة وتنظم يعني الرحلة إلى تونس، وكانت الظروف طيبة جدا يعني الحمد لله. أزمة العودة والله وقت لحكونا كتير فرحنا يعني، ونتشكر الإمارات. الله يحفظ أبو خالد، يحفظ أبو راشد شيخ محمد. أنا أرد لبلادي وبقول شيء واحد، لقيت الخير في الإمارات. هي واحدة من بين مئات الحالات التي تغادر الدولة تباعا وسط ظروف قاهرة. تسعى الإمارات بكل جهدها إلى توفير كافة الدعم اللوجستي من أجل عودة الزائرين للدولة إلى بلدانهم أو ممن لديه غرامات متراكمة، ويسعى للاستفادة من الفرص التي سهلتها الدولة للعودة إلى أوطانهم. والله تسهيلات، احنا الفترة الأخيرة كنا مش عارفين حنعمل ايه، يعني نبقى في البلد نروح. تسهيلات جت في وقت سريع جدا والحمد لله. دبي هي داعمة للجميع، وأنا جدا محظوظة لأنني هنا في الإمارات. جيت لهون زيارة صلي تقريبا شهر، وبتشكر دولة الإمارات على التسهيلات اللي قدمتها وعلى الحرص على المواطن بشكل خاص يعني، ودائما يعني تنبيهات وتعليمات يعني عن جد كتير شغلات كتير كويسة. خضم الأزمة العالمية لفيروس كورونا، أظهرت الإمارات قوتها الناعمة من خلال العمل على إعادة الراغبين في العودة إلى بلدانهم شريطة موافقة حكوماتهم. من مطار دبي الدولي لإخبار الإمارات، طلال الهنداسي.